رقمي. نينجا، لقب شاب أمريكي يبلغ من العمر 26 عاماً واسمه الحقيقي ريتشارد تايلر بليفنز، محترف ألعاب إلكترونية استطاع الفترة الأخيرة أن يجني نصف مليون دولار شهرياً من خلال البث المباشر وهو يخوض الألعاب الإلكترونية، ونجح بذكاء في استغلال الصعود القوي للعبة فورتنايت، وأصبح يعرف بأنه أفضل وأمهر لاعبي هذه اللعبة. هذه اللعبة ساهمت بصعود اللاعب ورفعت عدد متابعيه لأكثر من 4 ملايين متابع حتى إعداد هذا التقرير على منصة تويتش، وساهم بذلك وبقوة دخول المغني الكندي الشهير دريك على الخط والاشتراك معه في البث المباشر للعبة. ولمن لا يعرف عن منصة تويتش، فهو موقع بث فيديو مباشر تابع لشركة أمازون، ويشتهر الموقع بإجراء بث مباشر لمستخدميه وهم يخوضون الألعاب، ويمنح الموقع اللاعبين القائمين بالبث المباشر فرصة الحصول على حوالي 50% من الاشتراكات التي يقوم بها المتابعون، والتي تبدأ بمبلغ 5 دولارات شهريا، إضافة لحصول اللاعب على التبرعات التي يقدمها المتابعون. اللاعب المحترف كان يعرف بمهارته في لعبة هيلو، ذكر في مقابلة على قناة CNBC أنه كان يضع كل تركيزه على دراسته، والبث المباشر للألعاب كان يقوم به فقط خلال وقت فراغه حتى أصبح مصدر دخله الرئيسي، بل جعلته الشاب المليونير. وأكد خلال اللقاء أن معظم الأرباح التي يحصل عليها تأتي من خلال مشتركي البرايم على تويتش ومنصة أمازون، وعلى يوتيوب كسرت قناته حاجز 5.5 مليون مشترك، الأمر الذي ساهم برفع ثروته. ورغم ذلك أكد أنه لازال في وظيفة أخرى مستقلة، وقال إنه يتبرع بجزء من ماله شهريا، وصلت تبرعاته إلى 100,000 دولار لمواجهة مشاكل الانتحار. نينجا قصة نجاح تستحق الوقوف عندها، بدءا من استغلال موهبة لتكون مصدر دخل، وألا تتأخر بقنص واستغلال الفرصة.